طيب في الوقت بقى اللي العالم كله بيعاني فيه من درجات الحرارة، واحنا في مصر زينا زي العالم، يعني هنروح فين؟ شمسنا قوية جدا. ارتفاع درجات الحرارة الغير طبيعي اللي احنا طبعا كلنا حاسين فيه واحنا ماشيين في الشارع، والواحد ما بيقدرش احيانا ياخد نفسه، بتشوف مشاهد كتيرة، ازازة مياه ناس تدلقها على نفسها، كميات التلج، الناس اللي بتوزع ميه، كل الحاجات دي اكيد حضراتكم بتشوفوها والناس بتوزع. لكن الجميل انه قد ايه رغم حراره الجو يبقى فيه حراره المشاعر، وحراره المشاعر احيانا ممكن تغطي على حراره الجو. ازاي؟ لما تلاقي في ناس بتوزع ميه، وفي ناس بتحس بالناس اللي موجوده، وناس بتبقى حاسه انه ده واجب عليها، وان هي لازم يعني ايه تحس بالعمال وتحس بالناس اللي موجوده في الشارع والناس اللي بتشتغل. وانا شفت كتير من شباب بيبقى على الطريق الصحراوي واحنا ماشيين، بتلاقي عمال وبيقفوا وبيشتغل. مشروعات في مصر لا تتوقف، فالعمال موجودين طول الوقت، فتلاقي ناس بتبقى عامله حسابها، يعني وطالع من القاهره عامل حسابه يوزع ميه، ده غير في مصر. لكن الجميل لما تبقى حاجه منظمه تحت اسم حمد، الاسم حلو قوي عجبني جدا. خليني اخد تفاصيل، وزي ما انتم شايفين في الصوره بيوقفوا الناس ويدوهم ميه، فناخد من عضو حمله سقيا الماء هند ممدوح ونعرف. وبصوا الميه ساقعه وزي الفل وحاجه جميله، وزي ما قلت لكم دي حراره المشاعر اللي هي اقوى من حراره الجو. هند ممدوح، مساء الخير يا هند. حراره المشاعر اللي هي يا هند، استأذنك تسمعيني من التليفون. الو الو، مساء الخير يا هند. مساء النور يا فندم. انت بتسمعيني من التليفون. انا شايفه المايه زي الفل وعليها تلج وحاجه يعني جميله جدا، والحمله كلميني عن الحمله. والله انا اللي سعيده اولا ان انا سمعت صوت حضرتك وعملت مداخله معاكي. الحمله بدأت من حوالي سنه، انا وصديقتي مروه السمان قالت لي ايه رايك الدنيا حر، تعالي نعمل حاجه جميله ناخد بيها ثواب. السنه اللي فاتت نزلنا بعربيتها جبنا ازايز ميه وسقعناها عادي في الثلاجات ونزلنا بيها، واشترينا مجموعه كباب طواقي ونزلنا بيها، لفينا في الشوارع، وزعنا الميه الساقعه اللي كانت معانا ووزعنا الكبات على الناس الجميله اللي ماشيه شغاله طبعًا، سواء عمال نظافه او غيره، وكان يوم جميل بالنسبه لنا. السنه دي حبينا نعملها على نطاق اوسع، كلمنا زمايلنا فلقينا في تجاوب ما شاء الله، اعداد كراتين الميه جات لنا من كل حبايبنا وزمايلنا، سقعناها وحطينا عليها تلج وجبنا توك توك ونزلنا، وشكلها جميل زي الفل يعني. بجد كانت زي ما بيقولوا مشبره. ايوه واضح واضح. طيب انت بتختاري الاماكن على اي اساس؟ الاكثر مثلا فيها عدد من السكان، ناس بتشتغل في الشارع، عمال، يعني اختيارك للاماكن كان فين؟ اختيارنا للاماكن كان اولا بنختار الوقت، الوقت اللي هو الذروه زي ما بيقولوا، وقت الموظفين، وقت الحر اللي هو ما بين من الساعه 1 للساعه 2، الفتره دي بتكون صعبه جدا طبعا. فبنختار بعدها الاماكن اللي فيها تجمع عدد من العمال، بنتحرك بنروح نشوف مثلا مكان فيه الناس ماشيه مروحه بيوتها، بتجري على الميكروباص او على المواصلات، خارجين من السوق. صح. عارفه فكره ان انت تبلي ريق حد عطشان دي في حد ذاتها حاجه جميله، وهو كمان يحس كده بالموده والرحمه، الناس تبقى فيهم تبادل وموده ورحمه مع بعض، دي اجمل مشاعر ممكن تبقى موجوده. طيب كلميني عن الحمله، الحمله انت عضو فيها، مين باقي الاعضاء؟ احنا كنت بدايه الحمله انا وصديقتي مروه سمان، كانت عباره عن مبادره بسيطه، عاوزين نبيع السعاده، نبيعها باي طريقه، فلقينا ابسط حاجه سقيا الماء، مش مكلفه وجميله واحساسها حلو قوي، عارفه انت بتكوني راجعه كده من مشوار وتخشي بيتك او عربيتك وتلاقي ازازه الميه الساقعه وتقومي واخداها وشرباها. عطشتيني يا هند والله. احساس حلو قوي بالذات في الحر. اكيد. احنا كل المجموعه كنت انا ومروه بعربيتها، لما جينا عملنا الحمله المره دي بصينا لقينا الناس الجميله حبايبنا بداوا ان هم عاوزين يشتركوا معانا ويشاركوا وياخدوا الثواب. انا شايفه من لون التاكسي ان انت في السويس. احنا من السويس. وهو السويس.
حاجه جميله. الناس اتجاوبت معانا لدرجه ان المبادره بقت مبادره، مش بقت مجرد بس احساس انك عاوزه تاخدي ثواب او تروي. فخلاص هيبقوا عارفينكم اول ما يشوفوكم، هيعرفوا انتوا الناس بتوع المبادره والناس الجميله. كمان احنا معانا زمايلنا سبقونا برضو ما شاء الله بفكره التوك توك هنا في السويس، اطلب اجره ما شاء الله، نزلوا وعملوا نفس الفكره وكانت جميله قوي. أكيد. احنا لما نزلنا الاسبوع اللي فات كان ليها صدى جامد عند الناس لدرجه الناس بقت عارفانا. طب خلينا كده هند، انا وانت موجوده على شاشه التلفزيون المصري في التاسعه، خلينا نقول ان سقيا الماء دي ممكن تبقى حمله في كل محافظات مصر، ايه رايك؟ هو ده كان الغرض. انتوا موجودين في السويس، لما نشرنا ممكن الناس تنضم ليكم في محافظات وتستخدم نفس الحمله. بالظبط، وفعلا احنا في مجموعه من البنات والشباب في الاقصر، نزلوا اول امبارح وقالوا احنا عاملين نفس المبادره زي سيدات السويس. عاوزه اقول لك ان احنا نزلنا امبارح كان في عدد معانا من الشباب حتى الاطفال نزلت معانا عاوزه تاخد الثواب، عاوزه تجري كده في وسط الناس. طبعا. احنا عملنا حاجه ثانيه كمان، ثلجنا ازايز ميه، ثلجناها كبيره وبقينا نديها للسواقين اللي على الطريق اللي أيوة اللي هي تقعد معاه شويه كمان، تقعد معاه شويه، فتلجناها. بقينا عاملين الازايز الكبيره للسواقين اللي شغالين، لسواق الدليفري، سواق التوك توك اللي هيفضل حاجة جميلة. طول النهار. حاجه جميله يا هند، انا بشكرك وبتمنى حمله سقيا الماء تكون موجوده مش بس في السويس، لكن تكون موجوده ولا في الاقصر اللي انضموا، لكن نسمع ان هي سقيا الماء في مصر كلها ومحافظاتها. احنا بلد حراره المشاعر اللي هي اقوى وافضل كمان من حراره الجو. بشكرك شكرا جزيلا هند ممدوح، عضو حمله سقيا الماء، وايضا كل الاعضاء اللي موجودين معاكي.